قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حلق اللحية في الدول التي فيها العسكرية التجنيد يعد إجباريا فيحلقها لمدة معينة، فهل فعله جائز؟ لا، لا يطيعهم في معصية الله، لا يطيعهم في معصية الله، بل يبقي لحيته إن رضوا إنهم يجندونه ملتحي، وإلا فلا يطيعهم في معصية الله أبدا. نعم.